يعني بداية الحدود الفاصلة بيننا ومحافظة صلاح الدين. أولا إظهار المحافظة بالمظهر اللائق من خلال العمل بالسيطرة، القيافة الجيدة، التعامل الجيد مع المواطنين، أداء الواجب. كنتوا تعرفون المسافة يعني تكونوا مسافة بداية المحافظة، ولازم تنتبهون على الواجبات مالتكم، تنتبهون على عملكم وعلى قيافتكم وعلى أموركم وتعاملكم الجيد مع المواطنين. هذا نريده من عندكم. وأكو واحد عندكم ما يستلم راتب؟ نعم سيدي. وين أنت؟ مديرية الحدث سيدي. قصة لك؟ قصة للسنة سيدي. جماعة الأولى حصة الموافقة عليهم إن شاء الله. ما وصيكم على واجباتكم، ما وصيكم على العمل مالكم. واضح؟ يلا بارك الله فيكم. احنا زي العالم.